العاطلين عن العمل تشكل حرفة استنساخ المفاتيح في الدقيقة، إحدى هذه الحرف التي تستقطب الكثيرين، إلا أن الممارسين لها يقعون أحيانا في مواقف اشتباه بسبب مغالطات بعض الزبناء، ما يجعل هذه المهنة تحتاج إطارا قانونيا يحمي أصحاب المهنة ويحترم خصوصية الزبون. لوحات اختلفت في الألوان لكنها اتفقت في العنوان الذي تحمله واجهات هذه المحلات، محلات تضم بين جدرانها عقولا صب تركيز أصحابها على القيام بحرفة استنساخ المفاتيح وصناعتها من الأصل، وسكنهم حب هذه الحرفة التي يعتمدون عليها في تدبير شؤونهم وتلبية احتياجاتهم اليومية. أنا الحمد لله حي فيه وما شاء الله عندي في أسرة في كامل، ما نقول ما هاي الشغلة، ما نقول ما هاي الشغلة، أنا لا كلمني عايش فيها الحمد لله. حرفة استنساخ المفاتيح كأية حرفة يدوية أخرى توفر لأصحابها لقمة العيش الكريم وتحصنهم من الانحراف، خاصة إذا كانوا من فئة الشباب. خاصة الشباب اللي عادوا واحدين في ياسر من الشماية، والله يوحلوا في الشباب، خاصة واحدين في الدرق واحدين في ياسر من الشي، ألقى إن شاء الله لا يمشي يشتغل وخير بيا باش، ولا بيجي وأنا بيجي وكرعية والله نقرأ. وقد يواجه أحيانا العاملون في هذه الحرفة مشاكل تفرض عليهم اتخاذ الحيطة والحذر والتأكد من هوية الزبون. طيب رأي مخالق ملي هل يعدني فاته لا مشينا التركي جات من راسك تقول سبلها مفتاح عندك لمنيت هذا عرضة ملي ياسر من الشاكل عياوي يلحقوا الشرطة وعياوي يلحقوا ياسر من القضايا نتيجة عياوي جو واحدين ما مهم المالكي يعطوهم مثلا تعقب تعود مثلا فيها قضية سرقة والله رواية، لذلك ما نعرفه كان ينظم على أساس على أنه ما يعد المفتاح ما ورقاش عنده كارد نانديتي. من هذا المنطلق تحتاج حرفة المفاتيح في الدقيقة إلى إطار قانوني يحمي أصحاب هذه المهنة من جهة، ويحترم من جهة أخرى خصوصية المتعاملين معهم من أصحاب الحق. يجسد تقطيع